كي دايره مع صحيحه. شوف البنات انا درت لكم الفيديو هذا حيت العراض درت لكم فيديو ديال العراضه جات في غير بسطيله والعصير، ودابا غنشارك معكم هذا واحد الطاجين، وغنحط لكم فيديو ديال اللحم المشمش اللي ما تحطتش في العراضه. واللي باقي ما تفرج العراضه يمشي لصندوق الوصف، تما كاين العراضه كلها حضره. ودابا غنشارك معكم هذا الطاجين هذا باش ونحط لكم فيديو ديال اللحم بالمشمش مخضر بالقرقع، وتابعوني ان شاء الله وباقي المزيد ان شاء الله. انتما اللحمه هي وجدت، انا كنزوقها بالبرقوق كنغرفوها. انتما شتي معايا الزوق ديال البسطيله قبيله، دابا ها انتما انا كنغرف اللحم ها هي كنزوقوها بالمشمش والقرقع. انتما كي جات معلكه بالضغميره ديالها شتي، انتما اللي كتوحم تسمح لينا صافي هيا كيجات صافي يلا عقبالكم كلهم، عقبالكم تنتوما شي مناسبه ان شاء الله. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كي دايره مع الصحيحه؟ اليوم نشارك معكم طويجن ديال الدجاج بالقريعه والجلبانه. عندنا الدجاج، عندنا البصله الخضريه، عندنا معدنوس وقزبر، عندنا العطريه، عندنا تحميره، الكمون، سكنجبر، خرقوم، يبزار، مليحه والثومه. والضامة هذه كتنسم بها زعفران شعره، كنديرها اللون هذا كيجي بنين مع الدجاج، كنديرها شويه. انا نوريكم الطريقه، كنديروا شنو الدجاج عاد نديرو يتقلى. شويه المليحه، الطوق، شويه البزار، شويه شويه بعد عاد نزيدو شويه عاود العطريه فوق الخضره. دابا باش نشملو الدجاج، شويه الثومه غبره غير شويه بحال هكا، شويه من هذا زعفران شعرك بالكنور، ها هو غير شويه باش كيعطي واحد المذاق شويه مزيون ديال الدجاج. صافي غير شويه، غير شويه ديال الماء، شويه كما باش كن باش كنشربو الدجاج. هذا الطويجن ديال جوج الناس ولا ثلاثه الناس، ها هو صافي. كنشربو الدجاج بحال هاد الشكل صافي، كنديرو بصله خضريه، بصله خضريه، شويه معدنوس وقزبر، شويه ديال الزيت البلديه صافي صافي. كنديرو هاد الدجاج يتقلى مع هاد البصيله وهاد الربع، يتقلى من يتقلى نوريكم عطيه. ها هو الدجاج تقلى معاه، تقلى مزيان، ها هو كتخليوها فحال هكا يتقلى مع ديك البصيله الخضريه والقامه، ها هو صافي. غنديرو القريعه، قرعه تقشروها ما تقسموهاش على جوج حتى تبغيو تخضروا بها باش كتبقى بنينه. هانتوما هاد القريعه صغيره كتجي غزاله في الطاجين، ها بحال هاد الشكل. واحد النصيحه، الا بغيتو الطاجين ما يلصق لكمش كتحنيو العافيه وكديروا هاد الحديده هادي، كديروا هاد الحديده هادي كيطيب الطاجين من داكشي بلا حريق بلا لصيق. هانتوما صافي، كتشدي الطاجين ولاقه ولاقه هاكا تصفوه هاكا القريعه
بحال هكا وشويه ديال الجبانه في الوسط بحال هاد الشكل صافي. كتشدوا عاود العطريه كتزيدوا العطريه وتعطروا الخضره باش كتجي بنينه مثلا بحال هكا غير يدي شويه ديال التحميره باش كتجي العطريه زوينه من السما بالقامه شويه ديال المليحه شويه ديال الكمون شويه ديال الزنجبيل باش كتجي خضره زوينه من السما شويه بشويه من الحاجه اللي عملنا في الاول صافي شويه ديال الماء شويه الماء صافي وكتغلق عليه وتبلع فيه مهيله وتخليه يطيب صافي وتخليه واحد يطيب والعافيه تكون مهيله وديك الحديده من تحت باش ما كيحرقش صافي ملي يطيب وتشحر نوريكم الطريقه ديال نوريكم كيف جا ها هو الطاجين وجد معنا ها هي مرفق بالشلاطه ها هو الطويجين الزيتون وكراعه وجلبانه وجد مرفق بالشليطه والزيتون والهريسه اللي بغى يبغى الحار شي الطويجين انا درته وشاركته معكم ها يلا تابعوني ان شاء الله وباقي المزيد يلا بسلام عليكم.